نقول عن شكرا نسولف محمد ولا نسكت احسن؟ ما تنقال سوالفنا، سوالف الشباب بعد عن السفر والكشتات. خلها سلسل. اخوي؟ خلها سلسل احسن شيء. لا لا ما بينك الا الام طيبه، ما شاء الله عليكم غانمه وانتم شباب طيبين، ونحن بس ودنا نسولف معاكم عن موضوع مهم الحقيقه يهمنا. خلنا تري الشباب بس شوي يهدون، يهمنا ويهم يعني بلادنا ويهم سلامتكم طبعا. اولا قبل كل شيء نبدا من اليمين، اخوي ناصر المرقب، حياك الله ناصر. الله يحييك. شو طال عمرك؟ ما شاء الله عليك، سم طيب وكاشخ منور ما شاء الله عليك. عيونك الاحلى والله. يا اخوي اللي يشوفك ما يقول هذا رياض راعي السرعه وكراج وتزويد سيارات. والله طول عمرك. شوف هو دائما مرات مو بالشكل الواحد يحكم. انا صدق. قبل ابدا كلامي اول شيء احب اوجه تحيه وشكر خاص الى مؤسسه دبي للاعلام. حياك بشكل الله. عام وبشكل خاص اخص قناه نور دبي واذاعه قناتكم مكانكم الله يحفظك والعاملين فيها بشكل كل صراحه. نورتونا ووجودنا اليوم ما هو الا تلبيه ويعني نداء للوطن، سواء نمثل فيه ونحاول يعني نوصل من الاخر الى توصيات ومقترحات ونصائح للشباب. ومع وجود يعني بعض من اعضاء الفريق محمد الظاهري ومروان الجنيبي. كفو عليكم. فريقكم شو اسمه اخوي ناصر؟ فريق اسمه SsFreaks. طبعا قصه SsFreaks. فريكس اذا شنو فريكس؟ ترجمه كلمه فريك هذا سؤال طيب، في لها اكثر من معنى، لكن الترجمه اللي لما تقول مثلا انا عيناوي متعصب او الى حد الجنون او وصلاوي الى حد الجنون، فانت تشوف تحب النادي. في برنامج مساء الوصل تقول عيناوي تبغى تزعل منا؟ لا ما نحن بعد عيناوي. انت عيناوي؟ انا عيناوي الريال عيناوي هذاك ما اعرف. زين ها شو احيانا لا انت وحداوي احيانا لا لا جنيبي وحداوي عندي الكلام لكن ودنا نكون عيناويين لكن العين شوي الشباب. يا مرحبا بك. ما علينا احنا بالعكس روحنا رياضيه. طيب زين ما قلت لي الحين يعني معناته ان يعني انت تعشق هذا الشيء من معنى كلمه فريك. فاس اس اللي هي سوبر سبورت. سوبر سبورت فئه من فئات السيارات تطلق عليها سوبر سبورت. حلو. فالاس اس تشمل اللي هي اللومينوز اس السيارات الكابرش الكومارو، يعني انا اللي هقول لك هي انواع السيارات المتوفره. دافع لك وكالة كندي دافع لك فلوس وانت تسوي دعايه حقهم. لا انا ابغى نقول اسامي شركات نحن. اوكي مو مشكلة. زين بغض النظر ودنا نكمل نتعرف على الشباب عقب نرجع للحديث عن السرعه والتزويد. كيف تكون متعه لكن كيف تكون ايضا نكبه ومصيبه عند البعض الاخر. اخوي محمد مسعود الظاهري حياك الله. الله يحييك. شحالك محمد؟ بخير الله يسلمك. كيف صحتك؟ بخير وسهال. محمد انت تسوق سياره انت؟ والله يا اخوي من 99 تقريبا. ما شاء الله. نعم. يعني عقبنا بشويه يعني بس العين شوارعها طيبه وين خاف عليكم؟ والله شوارعها طيبه بس نحن انت ناصر من العين؟ نعم من العين. ها والله ونعم والله ونعم حيا الله العين. نعم بحالك. يا اخوي انتم هالعين ما ينخاف عليكم اخوي. هالشوارع الطيبه هذه وكلها مزروعه نخل ما شاء الله والرصيف عليه وخمس سيدات نعمه. الحمد لله. ها؟ الخوف مش خوف من بعض الناس اللي مرات تسهى عن الطريق، حتى في بعضهم انا سميتهم انا بسوق وانت انتبه لي. انا بسوق وانت انتبه لي؟ هو يعني كانه يقول لك انا بسوق وانت انتبه لي. انا ما يخصني يعني. هي. الله يحفظك. نعم. ندايم له ماشي فايده، ندق له هران ماشي فايده، تجاوزناه عصب بلغ الشرطه وبعدين في النهايه انت تكون متخالف. ها. غيرك؟ زين نحن بنتكلم عن الموضوع هذا، عندك قلبك متروس، عندك وايد كلام محمد. اخوي مروان الجنيبي حياك الله يا هلا. الله يحييك. الحين ريال طيب، هالسنت الطيب، تقول لي كان عندك نقاط سوداء، ما صدق انا. والله ظروف الناس تستوي يعني. كم نقطة كان عليك؟ انا كملت ال 24 انسحب لي سنة 3 اشهر والحمد لله بس البارحة استلمت مرة ثانية. زين خبرنا شو اللي خلاك تحصد 24 نقطة سوداء اخوي مروان؟ طبعا اول مخالفه طبعا كانت السرعه ما بنكرها، سرعت انا شارع 60 120 وطبعا اعطوني 12 نقطه عليها. ثاني مره كانت بسبه واحد دخل على الشارع العام يعني بس تي دخل علي وكنت بسوي حادث تجاوزته من اليمين وطبعا في سياره حريات كانوا ورا في مكان وشافوني. على العين ما طبعا زخوني انا وخلوا الريال. ابو ظبي؟ ايه ابو ظبي. العين ابو ظبي يعني بالنهايه. زين بس طبعا وقفوني انا ما وقف الريال اللي دخل على الشارع العام فجاه بس جي. طبعا حق الطريق عندي انا. زين ما عليه الحين انت ترى بس يعني كل واحد عليه بنفسه. صحيح. يعني لو هذا غلطان لكن الحين عاد انتم زخوك انت على بس زخوني انا لاني انا تفاديت حادث. كان مجبور. تفاديت حادث. ايه تفاديت حادث ودخل علي بمسافه قريبه يعني يا اني اضربه ولا اني الف يمين. زين حاول تشرح الموضوع تفسر الموضوع وين تفسر
عاد على حزتها طبعا قال انا شفتك انت تلف ما شفت السياره اللي دخلت خالفوني عليها. طيب بس انت قائد متهور ولا قائد سياره متهور تعتبر نفسك مروان؟ خلينا نكون صريحين، ولا تعتبر نفسك انسان عادي؟ يعني خلينا نكون عشان ما نكون مثاليين، انا علي مخالفات الحمد لله دفعتها طبعا، بس صدقني انا مش متهور، انا انسان سهل يعني تحصلني كذا مفهي وامشي ولا ادري عن الدنيا كم سرعه كم، هاي مشكله عندي كانت الان شويه صحيت منها. ما اعتبر نفسي متهور، انت شو تعتبر نفسك؟ والله متهور في الاوقات الصحيحه مثل ما تقول. كيف يعني؟ يعني مثلا اخر الليل ما في حد موجود على الشارع، ما نعرض حياه ناس. اذكر الله يا اخوي ايش قلت بعد؟ مثل ما تقول هاي يعني رمسه الشباب مثل ما قلت بس صراحه هذه الصراحه يعني مثلا في اوقاتها ما يكون في زحمه طريق، ناس توا طالع من دوامات او سايره الدوامات مثل مدارس الاطفال ولا شيء، طبعا ما تسرع هذا. بس الرادار ما يعرف الحين في الليل ولا الصبح ترى رادار. هذا بالنسبه للرادار، اما تعريض الناس للخطوره مثلا خطوره السرعه وهذا، طبعا في اماكن حاليا الحمد لله ما قصروا سووا لنا حلبات سباق ما لازم تمشي في الشارع طبعا تسابق الناس، ممكن تتفاهم ويا الشخص اللي تبغى تسابقه تقول له تعال عندنا في ياس نتسابق هناك قد ما تبغى. والله انك لو ما قلت ياس كان اليوم مسحوب لي اسمك. زين اخوي حصلت البارحه ما بينسحب بعد. لا ان شاء الله صار وياك يا ريال. اخوي ناصر نحن نتكلم عن الحوادث وعن السرعه. انت عندك فريق تسويق سيارات ونحن نعرف ان الشباب يحبون السرعه بشكل عام. حتى لما نصير الالعاب وعيالنا نشوف لعبه سياره نروح نسرع فيها ونسوق. حتى الشواب. حتى الشواب ها؟ وتحصل في الكمبيوتر عندك لعبه جيم مال السرعه صحيح وتشوف في فيلم في فيلم نزل ما ادري شو عن السرعه فاست فايف هاي بعد ما نزل ها ينزل هالويكند يوم الجمعه هذا شو قصدك كذاب يعني لا في فيلم زمان عن سيارات السرعه بعد زين نزل في فيلم يا اخي ما قلت اسمه انا بعد زين هالجمعة تجمع عندنا و... لا اله الا الله اقل عشان الفيلم هذا زين خبرني سالفه بعد شوي لكن قصدي ان احنا نحب السرعه نحب افلام السرعه نحب العاب السرعه وانتم اليوم بعد تحبون السرعه زين هذه مشكله اخوي ناصر والله شوف اخوي عبد الله بكل امانه انا حبيت كنت يعني اريد اقول عن الفريق لماذا الفريق موجود جميل قل لي بعد الاهداف اللي هي الاجتماعيه اللي هي لمه الشباب وانك تجمعهم يتعرفون على بعض كل واحد يعرف اخوانه يداد عليه وتستوي فيها مثلا تبادل منفعه مثلا انت تشتغل في مكان انا اشتغل في مكان فلان في مكان تعارف تستوي فيها تعارف علاقات طيبه في بس اهم شيء يكون لقاكم على شيء ايجابي نعم احنا طلعاتنا للامانه يعني اخواننا موجودين والشباب قاعدين يتابعون طلعاتنا كلها مثلا يعني ترفيهيه نقعد في مكان مثل ما ينطلقون عليها اللي جلسات شواء او باربيكيو نكون ماشيين في الخط على مو باقصى اليمين قبل يعني الخط الحاره الاخيره ماشيين بسرعه 80 90 مثبتين السرعه سنيار بس كذا سياير الهدف الرئيسي من الفريق اللي هو احنا بعد ما نلم الشباب نعطيهم دائما نعطيهم هالمحاضره والشباب يشهدون ان نقول لهم شباب احنا فريق صح ان سياراتنا معدله مزوده رياضيه لها اداء رياضي لكن الاداء الرياضي يكون في الحلبات ما يكون في الشوارع العامه نحث بعض جميل ننصح بعض بالامانه يعني نقول لهم لا تسوون كذا اذا سويت كذا ترى الشرطه بتوقفنا راح تقول لنا بوي انتم كلكم مخالفين او كذا وما الى اخره لانك انت واحد تمثل الفريق سواء كنت الرئيس او عضو بيض الله وياكم صراحه الامانه هذا هو والله العظيم اخوي عبد الله يعني الكذب عداك صادق ان في من بعض الاعضاء وراح اذكر اسمه يزيد الظاهري كان من النوع اللي يسرع وكذا ويسوق سيارته انضم للفريق كانت في عندنا طلعه الى حلبه ياس في ابو ظبي نعم طلع سوينا نفس الطلعه في حلبه بي ومولقيوين بعد ما طلع من هذا واحد من الشباب يقول له انا شفت سيارتك ابى اطلع وياك تحدي في الشارع قال لو سمحت انا ما ادوس في الشوارع العامه ادعس في الحلبه بروفيشنال قال انا ما بما لعبان والشوارع يعني شفت كيف الفايده هذا كلام طيب فالحمد لله احنا والله يعني للامان احنا قاعدين نخدم احنا قاعدين نوصل رساله كانت لنا احدى الزيارات اللي كانت فعلا مؤثره ولها يعني صدى كبير على المستوى اللي هي زياره دار رعايه المسنين في عجمان انتم نفسكم كجروب رحتوا تخيل احنا سياراتنا المعدله رحنا تبون تخلون الشواب انتم شو لا والله العظيم اخوي عبد الله والله انا صادق انا ادري ان انتم يعني شفتوا شو الشيء اللي يحبونه الشباب سيارات فقلتوا خلينا نستغل النشاط هذا في انه يكون عندنا مثلا كشتات طلعات نعم هذا شيء وايد حلو بالعكس يعني وهذا شيء تشكرون عليه الحقيقه تشكرون على موجودات الصور كل شيء شيء موجود هذا لازم يشتغل مضيع هذا الظاهري ما شاء الله عليك عندكم موقع على الصور كل شيء زين ابغاك تخبرني سالفه الفيلم هذا اللي اليوم اللي ينبع
وصافت الصور الموقع بس خلنا ناخذ اتصال من ابراهيم. السلام عليكم ابو خليل. ابراهيم. الو. مرحبا يا اخويا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء بحب اهنيك على هالبرنامج. اهلا وسهلا فيك. ماشي ريال مدريد برشلونه اليوم انت ما طالع مباريات ابراهيم؟ لا 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 نحن انا اسمي ابراهيم ومن فريق الاس اس فريكس. ها انت معاهم ما شاء الله. حياك الله. أيوه. حياك الله يا ابراهيم. وبحب وجه تحياتي لرئيس الفريق ناصر والاخ محمد والاخ مروان وجميع الاخوان بالفريق. طيب ابراهيم شو اكثر شيء تحبه في فريقكم؟ اكثر شيء يعجبك الفريق؟ صراحة الفريق يعني انا صار لي حوالي 4 سنين بدبي ومشارك بكذا فريق يعني مشارك بوايد فرق مال سيارات وسرعة بس صراحة يعني مثل هالفريق ما شايف. طيب حلو ما شاء الله عليك. من ناحية تنظيم من ناحية اخلاق من ناحية تجمعات من ناحية الشباب الطيبة. الله يحفظك. يعني فريق زي ما بيقولوا A بلس. ما شاء الله عليك. الله يحفظك. بين من يهم الطيبة هذه أكيد يعني ما يمنم لك الخير. الله يحفظك. شاكرين لك اتصالك أخوي إبراهيم عموما والله يوفقكم في 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 اللي فيه خير لكم. ما بغلط الإنسان يستانس. صحيح. يعني إنسان حلو إنه يستانس يستمتع يطلع الطاقة اللي فيه بشكل قانوني وجميل. صحيح. هذا الشيء حسب كلامكم أنتم ملتزمين فيه ما شاء الله عليكم. مرحبا. زين أخوي محمد آمرني. بلاك صخيت توك ما شاء الله عليك ما تخلينا نرمس عندك تقولي فيلم يوم الجمعة. فيلم ايه بلاك نسيت فاست فايف بينزل يوم الجمعة ان شاء الله. فاست فايف هو نفسه فاست اند فيورس هذا الجزء الخامس. ايش تراني يا اخوي ترى تقول ما نزلوا قبل افلام وايد عن السياره. خلاص هذا هو الجزء الخامس. زين هذا يوم الجمعة ان شاء الله نحن نتجمع كفريق. انا عرفت الفيلم هذا نشوف الفيلم هذا. انا عرفت الفيلم هذا وزعلني الفيلم هذا على فكره. ليش؟ لان شفت شباب يعني داشين في الفيلم هذا داشين مو بداشين سينما داشين ريس. لا والله ما يزعجوه في السينما. وش تعصب ها كذي يعني ترى الفيلم فيه سالفه انا ما اعرف عاد سامحني. زين الفيلم ها بينزل يوم الجمعه وانتم بتروحون كجروب بتشوفونه؟ ان شاء الله وتشجعون اكيد فريق في الفيلم. لا ما شاء الله. لا مو بشكل عام. زين محمد شو موضوع الموقع اللي قلت لي عنه والصور؟ نحن عندنا موقع اللي هو www.ssfreaks.com ssfreaks.com. عطنا سبيلينج خلص فيكم دعايه الناس بيشوفون يشوفون فريكس ما فيها حركات فريكس عاديه اف ار اي اي كي اس دوت كوم اس اس اف ار اي 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 كي اس كي اس دوت كوم. حلو دخلت الموقع شو بشوف؟ والله يا اخوي الموقع يجمع كل شيء. عندنا اقسام اقسام يعني بابليك جنرال كل شيء تحط اخبار اللي الناس اللي داد يعني كمنتدى عادي هو. حلو. وفي اقسام حق قسم التزويد وفي اقسام حق صور ملتي ميديا يعني فيديو. حلو. وبيكتشرز عندنا. انا بسالك ابو محمد عن عندك كلام تقول عن النقاط السوداء وعن مخافات الرادار. لكن عندنا